لا روي صار 15 هلأ إيه صار 15 وشوي يعني 15 وشي 3 شهور يعني لما تعرضت لمرض شديد من حوالي 3 سنين أصبت بكورونا كانت ممكن تكون قاتلة. اصطدمت فورا ببابا اللي قال لي أبدا ما بتعمل وصاية على حدا من أخواتك. إيش تشوف نفسك كأب تقليدي أو أب عصري؟ كيف تشوف نفسك كأب؟ والله اسم قصة أنا بشوف نفسي هو أنا كيف يعني أنا علاقتي مع ابني هي علاقة صداقة ورفقة وأنا كنت دايماً جانب الانترتينمنت خلينا نقول الترفيه والضحك وما بعمري حاولت أعمل بريشر عليه لروي أبداً يعني ولا مرة يمكن مرة أو مرتين حاولت أعمل هذا دور اللي ما بيصير هيك بيصير هيك كذا وهو عنده ميزة إنه هو هادئ جداً ووعيه وإدراكه ممتاز ما شاء الله وهذا الفضل فيه لحقيقة لرنا ولا المدرسين اللي درسوه بمدارس كثير منيحة نحن درسناه وشخصيته هي الهادئة وذكي كثير بيقدر يشوف يتفاعل كان هلأ صار شاب روي يعني ما عاد صغير هلأ روي صار 15 هلأ ايه صار 15 وشوي يعني 15 وشي 3 شهور يعني فنحن الحقيقة أصدقاء اليوم بس هذا هي الصداقة اللي صارت اليوم هي لها علاقة بالهيستوري الظريف اللي كان بيني وبينه إنه نحن دائما كنا بين بعض المغامرات بالقصص بالأجواء الحلوة أول ما دخلت علينا طقطق بجد حلوة حقيقي يعني مش والله العظيم مش بنافق بس بجد إنه في ناس يعني بتربط الطاقة دي بالسن يعني يقول لك كل ما أنت سنك صغير كل ما طقطق تكون حلوة وفريش وكده ولما تكبر في السن الطاقة توم معجزة أنا وانت عندي ما شاء الله عم تزيد ما بعرف ليش لا. دي حاجة حلوة وانت ما شاء الله تقريبا دلوقتي 53 صح؟ ايه 53 الشخص الذي فاجأك بدعمه لك خلال فترة مرضك بطريقة لم تتوقعها وكيف فعل أو فعلت ذلك الشخص اللي دعمني خلال فترة مرضي وهي أنا بطريقة أنا توقعتها الحقيقة بس ما توقعتها بهذا الشكل هو صديقي اسمه رامي شدايدة هو موجود في سوريا هو مدير أحد الفنادق الضخمة وأنا لما مرضت كنت مرضت بهذا الأوتيل هو لم يعني هو يعني مش بدي أقولك يعني اهتمامه الحقيقة نفذني من المرض وهو اللي جاب لي كل شيء وهو اللي دخل علي حتى ما كان حاطط كمامة ركض يعني من لهفته أنا كنت عم أقول له لا تفوت على الغرفة لا تفوت على الغرفة وحقيقة سندني بوقت صعب جداً ولن أنسى له هذا الشيء مدى الحياة شاركنا لحظة شعرت فيها أن الحمل ثقيل عليك جدا وشعرت بالتعب والحزن وربما اليأس وكيف تجاوزت كل ذلك حقيقة أنا شعرت بهيك حالة من حوالي السنتين بفترة كنت فيها لا أزال مريض جدا عندي تداعيات من مرض أثر علي بشكل سلبي كتير وكنت عم عاني معاني صحيا بالوقت اللي مرض فيه بابا وعرفنا أنه ما عنده وقت طويل يعني ما عنده فترة طويلة يعني فأنا كنت أمام ضغط مرضي وأمام حالة مرض بابا اللي كانت هي مدمرة إلي نفسيا وأخواتي اللي يعني كانوا برا البلد بهذا الوقت وماما اللي كانت جنبي واللي أنا كنت عم حاول ساعدها على أنه تتحمل الصدمة زائد تتحمل الأمور الثانية الصعبة احنا بابا الله يرحمه كان انا معي انا شديد. كان في كثير مواقف فيها نوع من الشدة ليس العنف وانما الشدة يعني قرار خلص انتهى لا تناقشني لا انا هذا ما عملته مع ابني فسؤالي لك اي حب في حياتك هو اللي دفعك اكثر لانك تناضل وتستمر في الحياة وتكون اكثر شباب بعد وعكتك الصحية حب ابني بالدرجة الاولى أنا ابني بالنسبة إلي هو الإنسان اللي بيعطيني الدافع الحقيقي لكل شيء جميل وما بتخيلي نجاح أنا بكل لحظة بفكر فيه لابني بكل لحظة إذا بدي أعمل نوع من أشكال القفزات المهنية أو النجاح المهني بكون عم فكر بابني إذا بدي أهتم بصحتي أكثر بكون عم فكر بابني إنه هذا مشان ابني إذا بدي أعمل أي شيء بيكون أنا يعني هذا حب يعني حب الأولاد هذا نعمة من الله على فكرة نعمة ومتعة بنفس الوقت هذا حب عظيم أكيد. إذا بدي أندم على شيء بندم أنه أنا مثلا نقطة أني أنا ما عطيت وقت أكبر
للجانب الشخصي. يعني رحت كتير بأوقات كنت منغمس بالشغل 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 يعني، أو حتى هذا استمر على مدى عدد من السنوات. وهذا إما تفكرت فيه لأن لما تعرضت لمرض شديد من حوالي 3 سنين أصبت بكورونا كانت ممكن تكون قاتلة، عدت عدت النظر ورجعت ب مثل فلاش باك عملت أنه طيب أنا كيف استخدمت وقتي، كيف كانت طريقتي في الحياة، كيف كيف وقت واحد بيرجع لهذه المسائل. هلأ الواحد كيف بده أولا احترام المرأة، هذا شيء منطقي إذا التربية سليمة. صحيح. هذا الشيء المفروغ منه، يعني ما بصير واحد ينظر أبدا للمرأة على أنها هي يعني عفوا حالة يمكن ممارسة الاستبداد أو أو خلينا نقول أقل منا الوصاية أو لا يعني يعني ما بصير أبدا، بالعكس تمام. الشراكة هي شيء مهم في الحياة مع الكل. أنا إحنا ربينا ببيت بتصور إنه في احترام شديد، وأنا بالمناسبة هاي يعني بابا كان هو بابا الله يرحمه هو ماما كانوا يعني عاشوا عمر كامل من الانسجام والتفاهم والشيء الحلو في الحياة. وأنا لما بزماني حاولت أعمل وصاية على أخواتي البنات، أنا عندي أختين بنات ديما وداليا الله يحفظ لك ياهم خليك يا رب. ديما هلا بأمريكا هي مهندسة عمارة، وداليا ما شاء الله وداليا بكندا هي مديرة بنك مهم هناك الله يحفظ. ف بفترة من فترات حاولت أعمل وصاية وأنا كنت إسا هيك شاب جديد وكذا وطالع مفكر حالي أنه أنا الوحيد بالبيت فالوحيد بيحق له والوحيد خلص كارت بلانش هذا بيحق له يكون هيك. فلا اصطدمت فورا ببابا اللي قال لي أبدا ما بتعمل وصاية على حدا من أخواتك. أنا حتى أنا ما عم بعمل وصاية بقدر ما بعمل نوع من توجيه عام. كل واحدة فيهم ذكية جدا عقلة براسة بتعرف الصح وبتعرف الخطأ، ونحن اللي منوجه الأهل بيعملوا الحالة التوجيهية التربوية. أبدا لا تحاول أبدا، وضليتني حاول حجم. ولا سمح لي على الإطلاق. جميل. ما تمنيت إنه الزمن لو يرجع شوية سويت شيء معين؟ هل ندمت على شيء معين؟ إيه ندمت على أنه أنا ما قضيت وقت كتير كبير مع بابا ومع أهلي بفترة معينة من حياتي كنت فيها مسافر لفترة طويلة، ووالدي ووالدتي كمان سافروا وقعدوا بأمريكا فترة طويلة أنا ما كنت عم شوفهم أو ما أقدر شوفهم خلالها. حتى لما رجعوا أنا كنت موجود بشغلي بوقت طويل عم بقضي بسفري. طبعا كنا عم نتواصل بنعمل تشات بنحكي مع بعض، بس هي الشحنة العاطفية المهمة جدا وقت انت تكوني موجودة قدام حدا انت كتير بتحبيه هو جزء من روحك بشكل شخصي. وانا بابا الله يرحمه يعني كنا اصدقاء انا وياه، يعني كنا نقعد ونحكي بمواضيع ما الى اول من اخر، نحكي بكل شيء. فهذا الشيء يعني اكيد انا انت بتحسي قيمة الوقت بعد ما تفقدي الوقت. أول ما سألتك عليه أول موقف جاء على بالك وشو؟ أني أقدر أني أقدر أرجع أشوف أبي أحكي له شيء قل له أسر له